هل ده مرض يشفى منه؟ طبعا طبعا، بس بشرط الاكتشاف المبكر، وده وعي الدولة المصرية ان احنا بدأنا دلوقتي في وعي ان الاكتشاف المبكر معناه شفاء تام. كل ما اكتشف تام ايا كان مكانه او نوعه، ايا كان مكانه، الاكتشاف المبكر بيعني الشفاء التام. اذا تم وضع الـ 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 الخطه العلاجيه مظبوطه بيتم الشفاء منه تام. طيب ايه اللي احنا عملناه كمان في خلال المبادره، او ايه كانت اهداف المبادره؟ هي المساواه بين المواطنين. بمعنى ايه بقى؟ ان تم توحيد كل بروتوكولات العلاج في كل المراكز او المستشفيات، سواء كانت مراكز وزاره الصحه سواء كانت المستشفيات الجامعيه. كل سيدة بتشخص بسرطان ثدي فهي بتتبع بروتوكول علاج موحد في كل المراكز والمستشفيات. كنا زمان كنا بتلاقي مثلا ان ممكن انا رأيي ان خط العلاج الاول ممكن ادي كذا، خط العلاج الثاني ممكن ندي كذا، مفيش كده في المبادرة. المبادرة هو توحيد للبروتوكولات العلاجية، فأصبحت السيدة ايا كانت مكانها، ايا كان مستواها الاجتماعي، ايا كان هي عايشة فين، هي بتتعالج بنفس الطريقة وفقا للمركز اللي هي بتروح له. يعني احنا حاطين بروتوكولات موحدة في كل مكان. بالظبط كده، لسرطان الثدي وفقا للمبادرة الرئاسية، وده في الخطوات القادمة. المبادرات الرئاسية هي هتشمل معظم الأورام أو كل الأورام، هتبقى تباعا، وبالتالي هيتحط نفس الاستراتيجية دي في كل الأورام على الفترات اللي جاية بإذن الله. أنا يمكن بدأ اهتمامي الفعلي بالمسألة في وقت مرض والدي الله يرحمه، لأنه هو جاله سرطان، فبدأت أقعد أقرأ فيه وأقرأ في الأبحاث اللي بتحصل في الدنيا على قدي، مش أبحاث المتخصصين. فيمكن حتى كان في علاج تجريبي لسرطانات المخ، وجيمي كارتر نفسه خضع لهذا العلاج التجريبي وشفي منه، وكان ده حدث يعني بريك ثرو، أظن كان من حوالي 6 سنين دلوقتي، وقت ما كارتر أكتر كمان، وقت ما كارتر خضع لهذا العلاج وشفي. فأنا قلت طيب يعني بيشفى. السؤال بقى، هل الـ 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 الأنواع من العلاجات الجديدة اللي هي يمكن تكون بعضها خاضع للتجربة بره، وبعضها أظن أصبح مطروح، يعني في علاج جديد لسرطان القولون موجود في أمريكا، أنا أفتكر حضرتك اسمه حتى ده كاتبه عندي على الموبايل والله، وعارف سعره كام بالدولار، وعارف الكورس قد إيه، وكل الكلام ده من كتر ما أنا مهتم بالقصة، وخايف، مش خايف على نفسي على الإطلاق، خايف على الناس. هل إحنا بنجيب الحاجات دي؟ هل بنضمها زي ما حضرتك قلت لنا كده للبروتوكولات بتاعه العلاج؟ طبعا، احنا في الفتره يعني في حوالي العشر سنين اللي فاتوا اقدر اقول ان معظم الادويه هي جوه مصر. يعني ما تقدرش تقول ان انا ما بقاش زي الاول، ان المريض عشان يتعالج كويس لا لازم يسافر بره عشان يتعالج كويس. أيوة، او يقدر يلاقي الدواء خالص. احنا بقى عندنا يعني احنا اكسسبيليتي لجميع انواع الادويه، سواء كانت الادويه العلاج الكيميائي، العلاجات الموجهه، العلاجات المناعيه، وبأسعار معقولة جدا جدا على فكرة. يعني عندنا هيئة الشراء الموحد بتعمل شغل كويس قوي، ان هي كنت لسه هسأل السعر، بتوفر